السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، أعزائي أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد عندي. هاد المرة غادي نقدم لكم وصفة زوينة ما كتخطانيش في الدار نهائيا. سنين هادي أنا تنستعملها، فيها الدواء وفيها الشفاء الحمد لله، مزيانة خدامة الحساسية، السيلان، الرواح، تتزيد المناعة، مزيانة الأطفال، الشيوخ، العيالات، الحوامل، أي واحد الكبير والصغير راه مزيانة ليهم. وجيت نشاركها معكم. زوينة هي الوصفة، راه باينة الوصفة، فيها الشريحة والزيت البلدية والثومة. نوريها لكم من الداخل باش تشوفوها كي دايره. شوفوا كي دايره، انا راه خليتها مده، دابا مده شهر، هادي شتيها مده شهر. تتخليوها ترقد مزيان في الزيت البلديه، ترقد مزيان في الزيت البلديه، من بعد تستعملوها. راه هي تتزيد المناعه اول حاجه، وخاصه الاطفال زوينه ليهم بزاف، اللي عنده الدراري تيعانيو من الحساسيه راه مزيانه ليهم. انا راه في تجربتي عندي ولادي ما عمرني باقي تنعطيهم الدواء من غير هادي. هادي ما تتخطانيش، هي اللي تنستعمل تبارك الله، كل شيء تيتشافى. كذلك انا رات عانيت من حساسيه سنين، شهرين تقريبا ديال المعاناه، الدويان وكل شيء والو. نهار استعملت هادي شفتها في اليوتيوب، فشفتها وجربتها والحمد لله. غير هي الوصفة الا بغيتي تعطيك النتيجة مفعول، الزيت خاص تكون ديال الشتاء ماشي ديال السقي، حيت كاين الفرق بيناتهم، بين الزيت ديال الشتاء. كاين المناطق اللي عندهم الزيت البلدية تطلع عليهم مار بالشتاء، وهذيك راه فيها الدواء، هي اللي تنستعمل، راه مزيانة البنات، جربوها، راه ما عمرها تخطاكم. بالنسبه لكاع الاطفال حسن لكم تستعملوا ليهم هذه، راه مزيانه، ما غاديش تعاودوا تجربوا شي دواء. كل ما تستعملوا هذه تتفادوا الدواء والمناعه تزيد لكم الدراري. المهم انا تجربتي راه المهم ما تتخطانيش، دائما تتخليوها في البلاصه مظلمه ماشي الضوء، خلوها مده 15 يوم الفوق وعاد تستعملوها. زوينه، انا راه بتجربتي هي ما تتخطانيش، هذه اللي تنستعمل انا في الرواح، السيلان، الحساسيه، الكحه المجهده، هي اللي تندير الحمد لله وتلقى فيها الشفاء. بالنسبه للطريقه راه ساهله باينه، غتهزوا الشريحه، غتشريو الشريحه تنقيوها تغسلوها، وغتحلوها من الداخل وتطفيها الثومه البلديه، من الافضل الثومه البلديه كذلك حتى هي استعملوها، ترقيوها، وكل الشريحه تحطوا فيها الثومه في الداخل ديالها. من بعد تساليو الشريحه من الثومه تتحطوها في الكسكس، تفور مزيان حتى تتفور. من بعد تتهزوا شي قرعه دجاج بحال هكا الا عندكم شي قرعه دجاج، وتحطوا فيها داك الزيت البلديه، وهذاك تحطوا فيها، عفوا، تحطوا فيها الشريحه. من بعد تخوي عليها هذيك الزيت، صافي، تتسدو عليها وتتحطوها في بلاصه مظلمه ما يكونش فيها الضوء. المهم البنات موفقين فيها، جربوها وما غاديش تندموا عليها نهائيا، وحاولوا انكم تستعملوها وتبعدوا من الادويه. وتنتمنى انكم اللي عجبتها واللي عجبها الفيديو ما يخلي ليا واحد اللايك ولا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.